الجزء صحيحة. يلا يا ولاء، الساعة بقت 3:15، أنا نازل. لو مش عايزة تعملي غدا أنا ممكن أجيب معايا أكل وأنا جاي. أنا شفت المطبخ وأنا بدخل الطباق وبعمل الشاي، افتكرت إني دخلت مطبخ غلط. برافو عليكي، عملتي إنجاز كبير قوي. ولاء قالت له لا ما تجيبش حاجة، أنا هعمل أكل بس عايزة بعد إذنك فلوس، هنزل أجيب حبة حاجات عشان تنظيف باقي الشقة. أخدت منه الفلوس ودخلت الحمام تتوضى وتصلي العصر. بتروح ولاء تفتح الباب وهي بتقول هو لحق يرجع؟ كان أخد معاه المفتاح وهو نازل. طيب تبص تلاقيها سمر. انتي كل ده عشان تفتحي؟ وقافلة موبايلك ليه؟ برن عليكي من الصبح. ولاء بتعتذر لها وبتقول لها معلش يا سمر، كان يوم صعب قوي ومتعب، تعالي اوريكي عملت ايه. عملت المطبخ كله وقفلت الموبايل بدل ما كل شوية بيرن وبيعطلني. سمر شافت المطبخ قالت لها الله حلو قوي، النظافة حلوة قوي، هي دي النظافة ولا بلاش؟ ولاء قالت لها تحبي تشربي ايه؟ سمر قالت لها لا شكرا، انا جاية بسرعة بس ونازلة على طول، انا عاملة محشي ومكرونة بشاميل، قلت اعملك معايا. ولاء بتشكر أماني وبتقول لها الأكل بصراحة جاي في وقته، اليوم اللي بتكوني ناوية تقلبي في المطبخ كده لازم تكوني محضرة الأكل من قبلها بيوم، لأنها بصراحة هدت حيل قوي، متعب قوي التنظيف مع الأكل، وأنا بصراحة هدي حيلي جامد. سمر بتستأذن ولاء عشان تمشي وبتقول لها أنا هنزل أشتري شوية حاجات وكريمات وحاجات كتير عشان الفرح، وبعدين هشتري من المكتبة شوية كتب، وبعد المغرب هعدي عليكي نجيب شوية المنظمات للشقة اللي انتي عايزاها. ولاء بتقول لها ماشي بس ما تتأخريش عشان بكرة يوم التنظيف والقضاء على التراب، هاتيلي معاكي بس وانتي جاية ماسك طمي مغربي مؤقتا لحد ما افضل بشرتي. سمر خرجت وولاء جابت الأجندة ودخلت لأوضة النوم وبعدين غرفة الأولاد وبدأت تكتب المنظمات اللي عايزة تشتريها للأوض دي. قالت عايزة منظم للشنط أو منظم للمكياج، وعايزة منظم للشنط بتاعت إيدي، وعايزة باسكت صغير للكريمات والماسكات، وعايزة منظمات للأدراج وسلة للعب، ومنظم للكتب والأدوات المدرسية. خلصت كتابة الحاجات اللي محتاجاها، فتحت اللابتوب وكانت عايزة تدخل تقعد على النت كالعادة وتشوف دنيا حطت صورة ايه النهاردة وتشوف ايه الأخبار الجديدة على الفيسبوك، لكنها قاومت رغبتها دي. نادت على ابنها يجيب لها كتاب الانجليزي عشان يذاكره عشان خارجين بالليل. لما خلصت مع ابنها اتصلت بجوزها قالت له يلا تعالى بسرعة، انا خلصت الاكل والولاد جعانين، وبعد الغداء هروح انا وهم عند خالته ما تتأخرش. دخلت المطبخ غسلت الاطباق الفطار عقبال ما الغداء يسخن، وبعدين غلفت الاكل وحطيته على السفرة. محمد جه كويس انك جيت، يلا بسرعة تعال اغسل ايدك واقعد عشان ناكل. محمد بيسألها وهو رايح على السفرة يا ترى بطبخة ايه النهاردة؟ قالت له خمن. معقول اللي انا شايفه ده محشي ورق عنب وكمان مكرونة بشاميل؟ باين دخلت شقة غلط بجد. قالت له شفت بقى عشان تعرف امتى. قال لها انا بقيت خايف احسدك، ما شاء الله عليكي، يا ريت تفضلي كده على طول. بيدوق الاكل، هو ده الاكل ولا بلاش، طعمه حلو قوي، مفيش احلى من اكل البيت، تسلم ايدك، يعني ما استاهلش على الطبخه دي هديه، انا بقالي ساعتين من ساعه ما نزلت بعمل فيها. قال لها تستاهلي احلى هديه. قالت له خلاص هاتلي شبشب طبي عشان اقف اعمل الاكل، هاتولي من الصيدليه. قال لها حاضر من عينيا، اي حاجه هتخليكي نشيطه انا تحت امرك فيها. ولاء ما ترددتش وهي بتقوله انها اللي عامله الاكل، هي اصلا متعوده على نوع ده من الكذب، بتعتبره كبه بيضه حاجة بتفيد ومش بتضر بالنسبة لها. يعني مثلا وهي رايحة لمامتها ممكن تشتري بسبوسة أو بيتزا وتقول لمامتها أنا عملتها يا ماما عشانك مخصوص، ما تعرفش إن ابنها كتير بيقول لمامتها الحقيقة وإنها بتشتريها من بره قبل ما تيجي. خلصوا الأكل وعملت شاي وغسلت الأطباق، قالت لجوزها أنا داخلة ألبس وهلبس الأولاد وهسيب الأولاد عند خالته وهروح أنا وسمر نجيب حاجات. قال لها ماشي بس ما تخليش الوقت يسرقك. قالت له لا لا خالص، انا اهم حاجة عندي الوقت، يا رب بس الاقي اللي محتاجاه.
تخرج بطلتنا وتاخد تاكسي وتروح لخالتها. ماما ولا جت؟ ازيكم يا ولاد، هاتوا بوسه لتيتا. فينك يا ولاد؟ تليفونك مقفول كده ليه؟ في الدنيا يا خالته، بس انتي عارفه بقى، اكيد سمر حكتلك على كل حاجه. ايوه، الصراحه تسلم ايدي الست دي، باين عليها بتسحر ولا ايه. ده انا غلبت مع سمر اقول لها ادخلي المطبخ وتعلمي وساعديني في شغل البيت، تقولي مش وقته يا ماما، كله بيتعلم بعد الجواز. لقيتها جايه تقولي هتعلم منك الاكل. اي نعم لسه لخمه بس يجي منها. اخدنا قوي. يلا يا سمر هاتي كيكه البرتقال لولاء وشوفي تشربوا ايه معاها. ورقت لها لا يا خالته شكرا، انا هنزل انا وسمر يا دوب عشان محمد قال لي ما تتاخريش. يلا يا خالته سلام، احنا نازلين. ركبت سمر وولاء التاكسي وراحوا المحل بتاع المنظفات اللي راحوا المره اللي فاتت. وهما في السكه ولاء بتسال سمر، ما تعرفيش دنيا نزلت صور ايه امبارح بالليل؟ اصلي امبارح العصر ما دخلتش على النت، تخيلي. سمر بتقول لها لا ما شفتش، ويا ريت تبطلي تركزي مع الناس شويه، خليكي في حياتك وسيبك من الناس، ممكن يجيلك طاقه سلبيه وغيره وده بيستهلك طاقتك وبيعكر مزاجك. ولقيت لها مين دي اللي ركز معاها؟ هي اللي مركزه معايا. انت عارفه انا نزلت صوره ليا انا ومحمد والولاد في النادي، تاني يوم لقيتها هاتك يا صور بتقلدنا، ولا مثلا لما غيرت اوضه النوم لقيتها غيرتها زي. سمر قالت لها يا بنتي طلعيها من دماغك، مالكيش دعوه بيها لا بخير ولا بشر. ليه تقارني نفسك بحد؟ وليه تشغلي قلبك وعقلك بالناس؟ الحياه كلها نصيب ورزق، محدش بياخد رزق حد. كل واحد مهما كان سعيد اكيد عنده ابتلاءه في الدنيا، يعني ممكن لا قدر الله حد ربنا ما يأذنوش بالخلفه او يتاخر في الخلفه. انت شايفه عنده حاجات حلوه كتير، وممكن حاجات كتير قوي حصلت له او لسه هتحصل له. يعني انت لو اتحطيتي نفسك مكانه ممكن ما تستحميش الابتلاء ده رغم الحاجات الحلوه كتير اللي عنده. اللي ينفعك ويفيدك، ما تستنفذيش طاقتك في الحاجات دي.